السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله بنهار جديد وفيديو جديد، نتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. المهم ما نطولش عليكم، خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. كما كتشوفوا معايا، من بعد ما خرجت وجيت قديت شي حاجة، المهم جبت الكفتة غادي نديرها للعشاء ومطيشة، وبقيت هنا شوية ديسير ديال الشهدية والخوخ، جبت منهم وجبت هاد البطيخ واحد اللاحة. المهم هانتوما معايا حتى نبقى هاد العشيوة ونشاركها معاكم. صافي كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما لقيت مطيشة وطحنت التومة والكبسة ها هي. المهم المطيشة غادي نخليها بالقشور ديالها، غادي نقطع على بالزرع ديالها على هاد الشكل هذا، راه كتذوب دغيا. حيد غير هاد النباتة ديالها، غادي نستمر على هاد الشكل هذا حتى نسير. المهم دابا ما غندير معها لا زيت لا والو، غندير شويه ديال الملحه وكنخليها حتى كتنشف من هذاك الماء ديالها، وكطيب لنا في نفس الوقت وندوز باش نقاد توابل الكفته. نسيت ما درتش الثومه، غادي ندير هاد النص ديال هاد الثومه في المطيشه، وغادي ندير نصف الكفتة. الكفتة غادي نجي هنا الربيع، ما عنديش ما عنديش نجيبو، ما نسيتو. الكفتة غادي نجي هنا، غادي ندير فيها الثومة، ندير فيها شوية ديال الملحة، راني درت الملحة في المطيشة، غادي ندير واحد شوية ديال الفلفل الحمراء. ندير شويه ديال الابزار، المهم التوابل تكون عاديه، وندير شويه ديال الكركم البلدي، وغادي ندير واحد راس المعلقه ديال القرفه. غادي نكثر القرفه، صافي عندي واحد النقيطه ديال الزيت البلديه، صافي نحاول انني نخلط التوابل حتى كتشرمل ليا هاد الكفته. صافي غادي نخليها بلا سيبي المطاط لي مطيشة، عاد نكورها بين مشربات ليس التوابل وهاد التومة. غادي نخليها على جنب وندوز نشوف مطيشة فين وصلت. غادي نجي هنا باش نغسل الديسير، نقطعو يلاه يبرد. الصباغة كنحاول أنني نحيدها حيت كتبقى كطلق بزاف. Thank you.
نجي هنا باش غادي نقطع الدلاف. المهم غادي نقطعو على هاد الشكل هذا. سير هادشي هاد الدلاف الدلاعه كنجي هنا كندورها صافي كنحسها هانتوما هي تبارك الله راه حمرا. كنجي كنضرب هاد البليصة هادي كنحاول نقطعها بهاد الشكل هدا. اللي كيغلبو التقطاع ديال الدلاح يديرها بالطريقة هادي سهلة. صافي اللي كنجيب واحد النص صغير كنحيد بيه هاد راه ما كنخليش اللي بغا القشرة يخليها القشرة ماشي مشكل. غادي نستمر على هاد الشكل هدا حتى نسهل. بعد ما كتنشف ماطيشة من داك الما ديالها غادي نضيف ليها زيت الزيتون تقريبا واحد جوج المعالق ديال زيت الزيتون وغادي نحرك مزيان. شوفوا معايا راها صافي راها طابت هاد الماطيشة ودابت. كنجي هنا كندير التوابل كندير غير البزار وكندير فلفل حمراء او التحميره صافي وغادي نخلطهم مزيان. وفي هاد الاثناء راه اختي كترولي في الكفته كديرها على شكل كويرات راها نقشات اليوم نقولوا ليها بالصحه. صافي غادي نستمر على هاد الشكل حتى نساليو هاد الكفته اللي عندنا ونديروها في الطاجين ونسدو عليها حتى كطيب. نضيف ليها غادي نضيف ليها البيض كتجي رائعه وكتجي غزاله البنات. المهم انا غادي نشارك معكم اي حاجه درتها نشارك معكم. انا وجدت الديسير بطريقه بشكل عشوائي بصراحه ما قديتوش مزيان. صافي عندي الخوخ وغادي نشاركو معكم وشويه البطيخ والتلاح وشويه ديال حب الملوك والعنب. كنجي هنايا كنوجد واحد شويه ديال الزيتون مشرمل كما كتشوفوا هذا مشرمل بالحار وهذا مشرمل غير الثومه والبصله الثومه والقزور كتسمعني ضخ دابا. صافي وجدت البيض غادي ندير واحد ست البيضات غادي نديرهم مع الكفته. المهم غندير سته ولا خمسه على حساب انا غادي نشوف. من كفته شويه غادي ندير البيض حتى تشرب شويه كما كتشوفوا راني شحلت القاد ديال الماء خليها تشرب شويه عاد باش نضيف ليها البيض. صافي كما كتشوفوا كان هذا هو هذه هي العشيوه ديالنا طاجين تيجي على هذا الشكل هذا والخبزه هو في الطبيقه ديالو الزيتون والديسير. وكانت هذه هي العشيوه ديالنا. كنقول لكم الى كنتو جداد في القناه ابوناو معايا وضغطوا على زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. شكرا على المتابعه.